الله صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. صدق الله العلي العظيم. مرة أخرى التسميات والشعارات، ولكن هذه المرة التسميات. تحدثنا في الأسبوع الماضي بعض الشيء عن الشعارات، ضمن نقاط سريعة ثلاث. حديثنا اليوم عن الجانب الآخر والبعد الآخر، بل الموضوع الآخر الموازي لموضوع الشعارات، وهو التسميات. في العصر الذي كانت البشرية غارقة في التخلف وفي المجتمع والأمة الأكثر تخلفا في ذلك الزمن، انبرى رسول الله صلى الله عليه وآله ليؤسس طريقة ذكية متطورة جدا في المجالات الثلاث: التربوية، التثقيفية، الإعلامية. يؤسس موضوع التسميات. النبي صلى الله عليه وآله في ذلك المجتمع الأكثر تخلفا الذي ما كان يدرك حتى بعض الأوليات البديهيات،
صار يجعل أسماء لأشياء وأشخاص وحوادث. هذه الطريقة التي بدأ العالم اليوم بعد أكثر من 14 قرنا يدرك أهمية جوانب منه. جعلوا الأسماء للأشياء وللأشخاص وللقضايا، حتى الأشياء العادية النبي صلى الله عليه وآله جعل لها أسماء. خيوله كانت لها أسماء، عمائمه كانت لها أسماء، أراضيه كانت لها أسماء، راياته كانت لها أسماء، سيوفه كانت لها أسماء، رماحه كانت لها أسماء. أقرأ لكم بعضها. أشهر عمائمه صلى الله عليه وآله السحاب، العمامة السوداء اسمها السحاب. أشهر سيوفه ذو الفقار الذي أعطاه للمولى أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما. أشهر رماحه المستوفي. أشهر دروعه اسمه ذات الفضول. ترسه اسمه الزلوق. أشهر بساتينه راضيه فدك التي أعطاها لابنته الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما. أشهر بغاله دلدل اسمه دلدل، هذه البغلة المباركة جدا كان يركبها رسول الله صلى الله عليه وآله، من بعد استشهاده ركبها أمير المؤمنين، من بعد استشهاده ركبها الإمام الحسن، من بعد استشهاده ركبها الإمام سيد الشهداء، طال عمرها. دلدل مشهورة. أشهر أفراسه اسمها لزاز. أشهر حميره اسمه يعفور. أشهر نياقه اسمها العظباء. إذا أردتم التفاصيل، التفاصيل مذكورة في كتب عديدة، لا في كتب كثيرة، من جملة الكتب كتاب مناقب آل أبي طالب، راجعوا أسماء خيول النبي، أسماء نياق النبي، أسماء رايات النبي. حتى هذه الأمور العادية النبي صلى الله عليه وآله جعل لها أسماء. هذا الشيء الذي إلى الآن البشر لم يفهمه، ما هي فائدة هذه الأسماء؟ سوف يفهم، كما أنه سابقا ما كان يفهم أهمية أصل التسمية، الآن بدأ يفهم البشر. أساسا التسمية كما ذكرنا لها تأثير في أبعاد ثلاثة في حياة الإنسان: تأثير تربوي، تأثير تثقيفي، هذا حقا يحتاج إلى دراسة، شيء غريب جدا، تأثير التسمية تثقيفيا، تأثيره إعلاميا. ما هي فوائد التسمية؟ يعني نجعل أسماء لأشياء أو أشخاص أو حوادث، ما هي فائدة ذلك؟ من جملة فوائد ذلك الاختصار. أنت تريد أن تذكر شيئا مطولا، هذا يأخذ من وقتك، يأخذ من وقت المستمع، يأخذ من وقت القارئ، يأخذ من وقت الناظر المستمع، كل هذه أوقات. هذا الاسم يختصر الطريق، يعني بدل أن تقول 20 كلمة تقول الغدير كلمة واحدة، عيد الغدير خلاص، توصل المعنى كليا. لو لم يكن هذا الاسم لذلك الحدث الكبير الذي حدث في السنة العاشرة الهجرية كان لازم عليك أن تذكر شيئا طويلا عريضا، تقول عيد الغدير خلاص كلمة واحدة. تجعل اسما تقول رزية الخميس كلمة واحدة، تعطي كل المعنى
أنه اجتمع مجموعة من الصحابة عند النبي صلى الله عليه وآله في أيامه الأخيرة. النبي صلى الله عليه وآله قال لهم: قربوا لي أو أتوني بكتف ودوات لأكتب لكم مضمون الكلام، لأكتب لكم ما لن تضلوا بعده أبدا. القضية المفصلة تقول رزية الخميس، خلاص. كم يختصر هذه التسمية الوقت لك ولغيرك؟ وتعلمون البشر اليوم بدأ يدرك أهمية الاختصار في الإعلام، جدا جدا مهم هذا الشيء. هذه الفائدة الأولى، الاختصار. الفائدة الثانية وهي مهمة جدا في تسمية الأحداث، في تسمية القضايا، الوقائع، وهي الحفاظ على القضايا. القضايا، الأحداث، الوقائع التي ليس لها اسم بسرعة تزول وتمحى، والقضايا التي يجعل لها اسم مداها، عمرها يطول جدا، أضعاف، لا يطول ضعف، أضعاف. بدون التسمية القضايا تضيع، القضايا الهامة تضيع. كمثال، كمثال معاصر ما حدث في هذا البلد، هناك كلمة تقال الغزو الغاشم، كلمة إن لم تكن هذه التسمية، أولا كان اللازم عليك عندما تريد أن تذكر شيئا عن تلك القضية كان اللازم عليك أن تذكر 20 كلمة تقول مثلا الهجوم الصدامي الإرهابي على أهل هذا البلد في يوم العاشوراء من السنة 1411 هجرية، من السنة 1990 ميلادية، تقول كلمة واحدة الغزو الغاشم، خلاص. كم اختصر الوقت لك؟ ثم لو لم يكن هذا الاسم، لو لم يكن هذا العنوان لتلك القضية، لذلك الحدث، تلك الواقعة التي وقعت يوم عاشوراء سنة 1411 هجرية، لو لم تكن هذه التسمية كانت تلك القضية تضيع وتضمحل بسرعة. يعني بدون هذه التسمية، لو كانت القضية تبقى 20 سنة 30 سنة مثلا، مع هذه التسمية تبقى 200 سنة، تبقى 300 سنة مثلا. أقول عمر القضايا بالتسمية يطول، ناهيك عن تأثير القضايا في النفوس. القضايا التي لها أسماء، القضايا التي ليست لها أسماء تنسى بسرعة، تنسى، بخلاف القضايا التي لها أسماء. اليوم بدأ الإعلام المتطور الذكي، الذكي الدنيوي قصدي، الإعلام العالمي بدأ يسمي حتى الأشياء العادية. ذلك من تأسيس النبي صلى الله عليه وآله، هؤلاء بدأوا يتعلمون منها. اليوم تعلمون حتى في بعض البلاد المتطورة إعلامياً، في بعض الحكومات التي تفهم أهمية الإعلام، حتى الأعاصير لها أسماء. إعصار يحدث، كم أعاصير تحدث في العالم أصلاً ليس لها أسماء، الأعاصير التي تحدث في ذلك البلد لها أسماء. حتى أنا البلد في غرب الأرض، بيني وبينه آلاف الكيلومترات، أنا لست مهتماً بالأعاصير أصلاً، أنا أحفظ أسماء الأعاصير. إعصار أندرو، هذا الإعصار الذي حدث قبل أكثر من 25 سنة، لا زلت أتذكر اسمه، إعصار قوي، أكثر من 25 سنة هذا الإعصار على ما أتذكر، قبل هجرتنا من إيران. إعصار ساندي، إعصار كاترينا، هذه الأسماء التي أحفظها أنا.
لا أنا مهتم. إعصار قبل سنة، إعصار أكثر من سنة لعله أو سنة تقريبا، إعصار إرما. هذه الأعاصير أنا لا مهتم بالأعاصير، لا أعيش في ذلك البلد أصلا. هذه الأسماء أتذكرها، لماذا أتذكرها؟ أعاصير بلادنا أنا لا أتذكرها، لا أعرفها، أنساها. لماذا إعصار أندرو أنا لا أنساه بعد مرور أكثر من 20 سنة؟ إحدى أسبابه إعلامهم قوي، إحدى أسبابه وجود اسم الإعصار الذي قبل أيام، قبل شهر، أقل من شهر، بعد شهر ننساه مع أننا عشناه، وذلك الإعصار يبقى. التسمية لها أثر كبير جدا في بقاء القضايا. بدون التسمية الإعلام لا يتمكن أن يركز على الشيء حتى لو أراد. إحدى أهم أسباب بقاء القضايا التسمية. كم من المؤمنين من المؤمنات الظلمة يؤذونهم، يهينوهم، يسجنونهم، يقتلونهم، بعد فترة القضية تنتهي. ولكن مجموعة من العلويات المؤمنات تعرضنا لأذى، تعرضنا لإهانة وضرب في بلد من البلاد قبل ما يقارب من 14 عاما. أحد الفقهاء في ذلك الوقت تصدى للقضية، تحدث عن القضية، جعل اسما لهذه القضية. هذا الظلم الذي وقع على تلك العلويات سماه الثلاثاء الأسود. بعد مضي هذا في سنة 1426 قبل 14 عاما تقريبا، في يوم استشهاد الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام الثالث من شهر رجب. قضايا أكبر من هذه حدثت أقرب إلينا قبل سنة، قبل سنتين ننساها. هذه القضية لماذا لا ننساها؟ قضية كبيرة جدا أكبر من تلك القضايا. لا، إحدى أهم أسباب بقاء هذه القضية التسمية، الاسم. الاسم يحفظ، بدون هذا الاسم القضية كانت تنتهي. مع هذا الاسم القضية استمرت إلى يومنا هذا 14 عاما تقريبا. ومما يدل على أن هذه التسمية كان لها أثر بالغ أن تلك الحكومة الطاغية الظالمة حاولت أن تمحو هذا الاسم، سمت قضايا ثانية بالثلاثاء الأسود إلى يومنا هذا، إلى قبل شهرين 3 أشهر في قضية معينة سمته الثلاثاء الأسود حتى تمحو تلك القضية. قضية ثانية في بلد آخر وقع من قبل حكومة ثانية وقع، لعله إلى الآن 5-6 قضايا سمتها الثلاثاء الأسود. تركيز، تريد أن تمحو تلك القضية مع أن تلك حكومة ظالمة عندها ظلم أشد من هذا الظلم بكثير. تلك القضايا ضاعت، هذه القضية ما ضاعت. إحدى الأسباب التسمية. هذه طريقة نبينا، طريقة رسولنا صلى الله عليه وآله، لا يسبقنا، لا يسبقنا إليها غيرنا، الآخرون يسبقون نحن نتخلف. تسمية. كم للمولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام معاجز بالمئات، أكثر تلك المعاجز نسيت بسبب عدم تركيز المؤمنين على التسمية المعينة. باب الثعبان معجزة خالدة، معجزة لا ينساها الناس. لماذا؟ لأنها سميت
تعلمون قضية باب الثعبان قضية مشهورة في مسجد الكوفة، إحدى أبواب مسجد الكوفة اسمه باب الثعبان. الثعبان دخل، أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه كان على المنبر، تقدم الثعبان إلى أمير المؤمنين قال في أذن أمير المؤمنين شيئا، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أجابه، نزل خرج، دخل من هذا الباب خرج من هذا الباب. الباب سمي بباب الثعبان الموجود إلى الآن. طبعا تعلمون كل أبواب مسجد الكوفة تغيرت إلا هذا الباب، على طول الدهور الأبواب تتغير، أماكن الأبواب تتغير. الباب كان هنا أغلق، هنا صار مكان أفضل، فتحوا على باب. هذا الباب لا زال موجودا وكان أهم أبواب مسجد الكوفة ولا زال هو أهم أبواب مسجد الكوفة، الباب الرئيسي لمسجد الكوفة. ومما يدل على أهمية التسمية أن بني أمية كما في التاريخ، وعلى ما أتذكر شخص معاوية على ما أتذكر حاول أن يغير اسم هذا الباب حتى تنسى هذه المعجزة، فربطوا فيلا هناك حتى يسمى هذا الباب بباب الفيل. الباب باب الثعبان. المعجزة خالدة، لماذا؟ لأن هذه المعجزة صار لها اسم معين، مكان معين سمي بباب الثعبان، هذه المعجزة ستبقى. التسميات جدا مهمة في بقاء القضايا، وإلا القضايا تذوب وتزول وتضيع على أقل التقادير، على أقل التقادير تضعف. القضية التي ليس لها اسم تضعف. أهمية التسمية موضوع، هناك ملاحظات سريعة أذكرها عن التسمية. أولا هناك مثل كويتي ولعله خليجي أيضا، يعني لعله يستعمل في بلاد الخليج الأخرى، يقال من لبج من سبج لبج، من سبق لبق، سبج لبج. التسمية تحتاج سبج لبج. التسمية تحتاج أن يكون ذلك في بداية القضية، في فورة القضية، في بحبوحة القضية. بعد سنة تريد أن تسمي القضية تنتهي، في فورة القضية يلزم أن تسمي. التسمية يلزم أن تكون سريعة جدا. ملاحظة ثانية، التسمية يلزم أن تكون قصيرة جدا، من كلمة أو كلمتين على أكثر التقادير، لا أكثر، ولا تضعف. التسمية التي تكون أكثر من كلمتين تسمية ضعيفة، لأن الحفظ يكون أصعب. حفظ كلمة، حفظ كلمتين سهل. تقول الغدير خلاص كافي، رزية الخميس كلمتان لا تنسى. أكثر من كلمتين التسمية تكون غير مناسبة للقضايا التي تريد الحفاظ عليها. ملاحظة ثالثة، الدقة في اختيار الاسم. كثير من التسميات تسمى عفوية من دون تدقيق، هذه تضعف نوعا ما التسمية. طبعا أصل الاسم مهم، ولكن إذا دقق الإنسان في اختيار التسمية المناسبة، بقاء هذه التسمية، بقاء تلك القضية يكون أكثر. هذا بعض الشيء عن تسمية الأحداث الوقائع. أما عن تسمية الأشخاص، الموضوع طويل جدا، الموضوع مفيد جدا، لا نتمكن أن نتكلم عن هذا الموضوع في جزء من الوقت. هذا الموضوع يحتاج إلى وقت كامل، بل أوقات كاملة. أنا أختم كلامي ببعض الروايات الشريفة في موضوع تسمية الأشخاص، البحث إلى وقت آخر، ولكن نذكر روايات شريفة ونختم بها الحديث عن تسمية الأشخاص. طبعا الروايات الشريفة في تسمية الأشخاص كثيرة، لعله لا أبالغ إذا قلت بالعشرات،
أذكر لكم بعض الروايات الشريفة. الرواية الشريفة الأولى في الكافي الشريف عن يعقوب السراج قال: دخلت على الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى وهو في المهد. الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام في المهد. يستفاد من هذه الرواية الشريفة أن الإمام كان عمره أيام لعله. الإمام موسى بن جعفر في المهد والإمام أبو عبد الله الصادق أبوه صلوات الله عليهما واقف على رأسه. دخلت على الإمام أبي عبد الله وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى صلوات الله عليهما وهو في المهد، فجعل يساره طويلا. صار الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يتكلم سرا مع الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليهم طويلا. ماذا يقول؟ فجلست حتى فرغ، فقمت إليه إلى الإمام الصادق صلوات الله عليه فقال لي: أدن من مولاك فسلم عليه. يعني أدن من الإمام موسى بن جعفر فسلم على الإمام موسى بن جعفر. فدنوت فسلمت عليه. الإمام عمره لعله أيام. فدنوت فسلمت عليه فرد علي السلام بلسان فصيح: اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم قال لي الإمام حسين جعفر صلوات الله عليهما، ثم قال لي: اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس، فإنه اسم يبغضه الله، وكانت ولدت لي بنت سميتها كذا، لا علينا بالاسم. فقال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: انتهي إلى أمره ترشد. ما يقول له لك ابني الإمام موسى بن جعفر، أطع هو، انتهي إلى أمره ترشد. الراوي يقول: فغيرت اسمها، أنا عملت بأمر الإمام عليه الصلاة والسلام. حديث شريف آخر أيضا في الكافي الشريف، هذه الأحاديث كلها في الكافي الشريف، عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله قال: استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون. لا تتصور أن الاسم يبقى هنا، هذا الاسم يبقى معك إلى يوم القيامة. اسم سيء، لا تقل هذا الاسم السيء يبقى معي 70 سنة، لا، يوم القيامة 50,000 سنة هذا الاسم يبقى معك. اليوم شخص 13,000,000,000 شخص يسمعون اسمك، هناك مليارات البشر يسمعون اسمك. اختار اسما حسنا، هذا الاسم يبقى معك. قال صلى الله عليه وآله: استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة. قم يا فلان ابن فلان إلى نورك، وقم يا فلان ابن فلان لا نور لك. لعله المقصود إلى نورك الذي اسمه حسن، لا نور لك الذي اسمه سيء لعله. حديث شريف آخر عن جابر، جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه، من خيرة أصحاب الإمام الباقر والإمام زين العابدين صلوات الله عليهما، قال: أراد الإمام أبو جعفر عليه الصلاة والسلام الركوب إلى بعض شيعته ليعوده. الإمام أراد أن يعود أحد من المؤمنين من الشيعة، فقال: يا جابر الحقني، أنت أيضا اركب تعال معي. فتبعته، فلما انتهى إلى باب الدار، دار ذلك المؤمن الشيعي، خرج علينا ابن له صغير، ابن ذاك الشيعي، فقال له أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: ما اسمك هذا الولد؟ قال: محمد. قال: فبما تكنى، كنيتك ما هي؟ قال: بعلي، يعني أبو علي، اسمه محمد كنيته أبو علي. فقال له أبو جعفر عليه الصلاة والسلام: لقد احتضرت من الشيطان احتضارا شديدا، يعني جعلت في حظيرة، في مانع، حظيرة القدس، هناك حظيرة تسمى حظيرة لأنها محظورة، هناك حظر منع،
الإمام عليه الصلاة والسلام قال له أنت جعلت في مكان محظور، الشيطان لا يتمكن أن يدنوك على الأقل من جهة، لقد احتضرت من الشيطان احتضارا شديدا. إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي يا محمد أو يا علي ذاب كما يذوب الرصاص. الاسم يذوب الشيطان، هذه الأسماء المباركة المقدسة. وفي المقابل إذا سمع اسم عدو من أعداء أهل البيت يفرح الشيطان، حتى إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال، يرقص الشيطان عندما يسمع اسم عدو من أعداء أهل البيت. للأسف إلى يومنا هذا بعض المؤمنين يختارون أسماء أعداء أهل البيت، جدا مؤسف. هذا إنسان مؤمن، إنسان متدين، محب لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ما هذه الأسماء التي نسمي بها أبناءنا؟ هذا تأثيره، اسم جميل يجعل الشيطان يذوب، اسم قبيح يجعل الشيطان يرقص، اهتز واختال. الحديث الشريف الأخير عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. إحدى المستحبات أن الإنسان يسمي أي ولد ذكر يولد يسميه محمدا على الأقل أسبوع. فإذا مضى لنا في بعض النسخ فإذا مضى لنا 7 أيام فإن شئنا غيرنا وإن شئنا تركنا. 7 أيام نسميه محمدا، بعد 7 أيام إما نقي هذا الاسم، تركنا هذا الاسم أبقيناه على حاله سميناه بهذا الاسم الشريف، أو بعد 7 أيام نغيره إلى الاسم الذي نريد. سميه هذا الاسم، سميه محمدا صلى الله على رسول الله وعلى آله الطاهرين. لعله بعض العلماء استفادوا من هذه الرواية الشريفة أنه في البنات أيضا الذي تولد له بنت سمها أسبوعا سمها فاطمة، بعد أسبوع أردت أن تبقي هذا الاسم أو أردت أن تغير هذا الاسم، هذه البركة تحصل لهذا الولد بهذا الاسم الشريف، لهذه البنت بهذا الاسم الشريف. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، ارزقنا خدمتهم، ارزقنا اتباعهم، ارزقنا السير على منهجهم، ارزقنا التعلم من نورهم، الاستنارة من أنوار كلماتهم، رزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.